صباح الخير عليكم اخوتي اخواتي سي العزاز. اليوم الاحد 15 يناير 2023، قررت نصور لكم هذا الفيديو الساعة المبكرة الصباح، راها 8 او شي قريبة 9 ديال الصباح، وقيت المحل المغربي. الاشغال متواصلة 24 ساعة على 24 ساعة، رغم انه يوم الاحد يوم عطلة، الناس خدامة. كما كتشوفوا معايا هذا موقف سيارات، موقف كبير، وكاين مواقف اخرى من هنا. كل شيء مصلوح، كل شيء مشطب، أعمدة ديال الكهرباء زادوا أعمدة اخرين، قوة عالية. هانتوما كما كتشوفوا الاشغال متواصلة على قدم وساق. يعني هاد النهار الحد يوم عطلة، والناس سامحة في النعاس ديالها وفي الراحة ديالها وجاية باش تخدم. كلشي خدام، كلشي على ما يرام. دابا نشوفو ندخلو بهاد الأبواب الإلكترونية حتى هما نعاودو مفتوحين. هادو غادي يكونوا متاجر، ربما غادي يكونوا محلات على شي بقاعات للحفلات او ما شابه ذلك. المهم غادي يكونوا المتاجر يستفيد منهم الفريق. هانتوما اشغال جارية، الناس ديال لاسينيسمون او ديال الصف الصحي كل الاشياء. الى هنا اقدم لكم جزيل الشكر.